شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. أزمة أشباه الموصلات بالإضافة إلى رغبة المستخدمين في التعدين أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار الهاردوير، وكذلك كثرة الطلب بسبب التعليم الإلكتروني أثناء أزمة الوباء العالمي. كل هذا أدى إلى شحة في توفر الهاردوير المناسب للتجميعات، فوصلنا مرحلة أسعار التجميعات صارت مقاربة جدا لأسعار اللابتوبات، واللي هو شيء غريب وما متعودين عليه باعتبار أسعار اللابتوبات دائما تكون أغلى من التجميعات إذا كانوا بنفس المواصفات. اللي زيد الطين بل هو ارتفاع أسعار الدولار عندنا بالعراق بالتزامن مع الأزمة العالمية، فشفنا الكثير من المستخدمين ابتعدوا عن شراء التجميعات، والبعض من عندهم راح اشتري أكس بوكس أو بلاي ستيشن لأنه فرق بالسعر عن البي سي. أنا بحكم شغلي بالمونتاج محتاج شيء يشغل برنامج الأدوبي بريمير بكفاءة عالية، ودائما البي سي مع خيارات التبريد اللي يقدمها أفضل كأداء من اللابتوب. وبرغم أنه لابتوبي الأومن 15 بمعالج الرايزن 7 يعتبر لابتوب ممتاز بالجيمينج والمونتاج، إلا أنه وقع الاختيار هالمرة على بي سي تم تصنيعه في المكسيك، وهو الليجن تي 530 من شركة لينوفو. هذا البي سي اللي صنعته شركة لينوفو هو مخصص بالأساس للألعاب. أحد الأصدقاء اللي ساكنين بالولايات المتحدة الأمريكية قال لي بأنه منتجات شركة لينوفو المصنعة بالصين تعتبر أفضل جودة من المنتجات اللي صنعها لينوفو في باقي البلدان. وهذا البي سي برغم أنه غير متوفر بالعراق وأساساً شركة لينوفو وقفت تصنيعه، إلا أنه قدرت أحصله بحالة شبه جديد، والسعر الرسمي كان لهذا البي سي في وقتها في الموقع الرسمي هو 1700 دولار. مواصفات الليجن تي 530 هي كالآتي: معالج كور اي 7 من الجيل التاسع، رام 16 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت SSD، مع كارت شاشة انفيديا جي فورس RTX 2060. من خلال المواصفات اللي ذكرتها واضح أنه هذه الأرقام ليست الأفضل، وأكيد طبعا ليست بالحديثة. والهدف من هذا الفيديو هو مو أنه أقول لك روح اشتري نفس مواصفات هذه البي سي، بس الهدف اللي أريد أوصله هو أنه مع ارتفاع أسعار الهاردوير بإمكانك أنه تحصل شيء، أكيد طبعا هو مو أحدث شيء ولا أفضل شيء بالعالم، ولكن تقدر تحصل شيء يؤدي الغرض وبنفس الوقت بسعر أنسب من الحاسبات الحديثة. بعالم الموبايلات نقول أخذ فلاكشيب العام الفائت إذا ما عندك الإمكانية أنه تشتري فلاكشيب هذه السنة. ومن منظوري الشخصي أشوف هذه المواصفات ممتازة جدا لاستخداماتي اللي هي بشكل أساسي المونتاج وتعديل الصور. وبرغم أنه معالج رايزن 7 في لابتوبي الأومن 15 يعتبر معالج رائع لعمل المونتاج وخصوصا برنامج الأدوبي بريمير، إلا أنه شفت أريحية أفضل في المونتاج على هذه البي سي قياسا بلابتوبي الأومن 15. والدليل على كلامي بالأومن 15 مرات أو نادرا يصير تقطيع لما أطول بشغل المونتاج وبالذات في البلاي باك، ولكن على التي 530 البلاي باك كان سلس ولا شفت أي تقطيع. إذن كمستخدم صانع محتوى يحتاج أقصى شيء المونتاج، فبالنسبة لهذه المواصفات أنطي 10 على 10 لهذه البي سي. ولكن لازم ما ننسى أنه هذه البي سي هي مخصصة للألعاب باعتبارها جيمينج تاور، ولابد أنه يكون الأداء مواكب للألعاب الحديثة اللي الجرافيكس مالتها عالية. فلهذا حتى ناخذ فكرة كافية لمستخدم للألعاب راح يشرح لكم صديقي مصطفى من قناة بلس 4G عن تجربة الألعاب مع كارت الشاشة الـ 2060 اللي مستخدم بالتي 530، وبنفس الوقت هو نفس كارت الشاشة اللي يستخدمه مصطفى بالتجميع الخاصة به. حياكم الله شباب، وياكم مصطفى من قناة بلس 4G. كارت الـ RTX 2060 صار لي كم شهر مستخدمه بتجميعتي، وجربت عليه عدة ألعاب مثل توم رايدر وجيرز 5 وهورايزن 5 بالإضافة إلى كينا. وعلى لعبة توم رايدر كان أداء كلش ممتاز، وحصلت عليه 100 فريم على الفول HD و 85 فريم على 2K. وعلى لعبة كينا حصلت 110 فريم على الفول HD و 65 فريم على 2K، وصراحة كان الأداء ممتاز بهاللعبتين. وكارت الـ RTX 2060 صح ما يعتبر هو أفضل شيء موجود بالسوق ولا هو آخر إصدارات الموجودة بالسوق، لكن ارتفاع سعر الكارتات بشكل عام بالعالم سبب قلتها والشحن الموجودة بها، وكذلك ارتفاع سعر الدولار بالعراق، فخلاه يعتبر ممتاز بالجيم قياسا بالسعر. وهسه نرجع لهشام. أشكرك مصطفى على المعلومات. طبعا أكيد مصطفى قناته بعده في بداية مشواره في اليوتيوب، ولكن أنا عرفه من أيام الكلية كان لاعب ممتاز، فأتمنى منكم دعم مصطفى بالاشتراك بقناته بلس 4G. راح أخليكم رابط قناة مصطفى في وصف هذا الفيديو. قبل النهاية هذا الفيديو هو مو مراجعة لهذا البي سي التي 530 من شركة لينوفو، أول تالي هو ما موجود بالسوق، بس الغاية اللي حبيت أوضحها هو أنه مو دائما أحدث شيء بالتكنولوجيا هو الأفضل من كل النواحي،
خصوصا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحتم عليك أنه تتأنى قبل ما تصرف أي فلس من جيبك. وبالنهاية أتمنى أنه استفاديتوا من هذا الفيديو، إذا عجبكم حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة. تابعوني على حساباتي بالفيسبوك وانستغرام، المعرف هو @#9 مثل ما ظهر قدامكم بالشاشة، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.